في الأسابيع الماضية حصلوا على دوري في عدة دول غربية، وهذا إنجاز لا يستهانوا. نحن بنسوي العكس، وهو توجه الحكومة السعودية ممثل الأخ الأمير محمد بن سلمان، والبدء من المملكة العربية السعودية، وحنا نبغى تكون أداتنا هي الهلال، لأن شكل المملكة القابضة ومسجد الوليد الإنسانية ومكتبي الخاص والشركات التابعة لنا كلها صدقة فراء الهلال للوصول به إلى القارية أولا ثم العالمية، ليس فقط من القطاع الخاص ومثل بي أنا شخصيا أو شركة المملكة القابضة أو مسجد الوليد الإنسانية أو الشركات التابعة لنا، إنما أيضا بدعم ومتابعة من الدولة أيضا. فتضاف الجهود القطاع العام مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، بإذن الله سيكون الهلال هو النادي الأول في العالم العربي اللي يصل إلى العالمية، حسب ما قال أخ تركي الشيخ اللي هو صديق لي جدا. وإن شاء الله ترى أنت عندك يا أخ سامي الآن فرصة ذهبية مع دعم الدولة، ممثل بهيئة الرياضة برئيسها الفعال والديناميكي الأخ تركي الشيخ، طبعا بدعم لأنه تواضع نحن، لأن نحن نكمل الدولة لا نفس الدولة أبدا نهائيا، سواء شركة المملكة القابضة أو المكتب الخاص أو المصدر الإنسانية أو شركات تابعة لها، بدفع الهلال دفعة قوية جدا. نعم بما يجي بلاعبين إضافيين،